طب الآن نمر للتمرين التالي. تفقين التمرين الموالي اللي عندكم في الورقة رقم 5، فاللي صوبنا كان رقم 4، وهذا غادي ناخذوه برقم 5. صافي، تمرين رقم 5 على الورقة. صافي، نقرأ التمرين. نطبق تباعا على نفس القوة F، شدتها 0.2 نيوتن على حاملين ذاتيين S1 و S2 وضع فوق منضدة هوائية أفقية يمثل المنحنيان جانبه، تغير سرعتي G1 و G2 مركزي قصور S1 و S2. عين مبيانيا قيمتي A1 و A2 تسارع G1 و G2. احسب M1 كتلة S1 و M2 كتلة S2. ثالثا، ما مفعول كتلة حامل ذاتي على تسارع مركز قصوره؟ علل الجواب. رابعا، نطبق من جديد على S1 قوة أفقية F، شدتها F كتساوي 0.14 نيوتن، فينزلق فوق المنضدة الهوائية التي توجد دائما في وضع أفقي. مثل منحنى تغيرات VG بدلالة زمن. نعتبر أن VG عند اللحظة صفر كتساوي صفر. إذن هذا هو التمرين. سأحاول أن أعيد رسم لتطبيقه. فعندنا V بدلالة الزمن، عندنا 0.5. يلا حاولوا غادي نقولوا، حاولوا تجاوبوا على السؤال. صافي، خذ انتم، لا داعي للكتابه على عندكم الورقه، خذوا ورقه من خارج الدفتر وحاولوا تجاوبوا على الاسئله. صفر سنة أربعة. هذه منحنى جوج، وين هي؟ يلا نضربكم. هنا واحد، صافي، إذن ورقة من خارج الدفتر. هذه في ديال G1 بدلالة الزمن، وفي ديال G2 بدلالة الزمن. القوة المطبقة ذات شدة F كتساوي 0.2 نيوتن، عندنا منضدة هوائية وعندنا حاملين ذاتيين، S1.
تطبق عليهما نفس القوة. إذا سنلحق معنى للفضاء هنا او هنا اي وهذا نقول اكس تعداد كتلة ام واحد. جوج هذه المعطيات التي سنعتمدها للإجابة على الأسئلة من واحد حتى ثلاثة. الوحدة ديال V هي بالمتر على الثانية. هنا يا الزمن بالثانية. نعم. يجب الانتباه أننا عندما نستعمل منضدة هوائية فنفترض أن الاحتكاكات مهملة. متفقين؟ هذه من الشروط أننا عندما نستعمل في أي تمرين دراسة حركة فوق نضد هوائي أو فوق منضدة هوائية فدائما تكون الاحتكاكات مهملة. نعم. السؤال الأول: عين مبيانيا قيمة أ1 وأ2 تصارع جي1 وجي2. قلت هذا المستقيمان 1 و2 يمثلان ماذا بلغة الدرس؟ احنا سبقنا رسمنا هذا دالة السرعة. فالسرعة بدلالة الزمن هي دالة السرعة أو مخطط السرعة إذا بغينا نقوله. نلاحظ أن هذه الدالة عبارة عن دالة خطية، وبالتالي فV تتناسب اضطرادا مع الزمن. المشتقة ديالها كيف ستكون؟ ثابتة، وبالتالي فالحركة مستقيمية منتظمة. التصارع هو المعامل الموجه للمستقيم. صافي. إذا السؤال الأول مكتوب: بما أن دالة السرعة دالة خطية، فإن التسارع أ يمثل المعامل الموجه للمستقيم. إذن أ1 كتساوي وأ2 كتساوي. نعم. شنو هي القيم اللي غادي نقولوها الأ1؟ المنحنى هو هذا، كناخذ صفر وغادي ناخذ واحد. إذا واحد ناقص صفر على 0.5 ناقص صفر، وفي الجهة المقابلة أ2 غادي ناخذ 0.4 ناقص صفر على 0.5 ناقص صفر. إذا هنا أ2 كتساوي ماذا؟ هي 2 متر سكوند ناقص 2، واحد على 0.5 هي واحد على واحد فاصل على واحد على جوج هي المقلوب كتعطينا، وهنا كذلك انها تعطينا ماذا؟ هي 4 على نعم 0.4 مضروبه في جوج هي 0.8 متر سكوند ناقص واحد. صافي. نعم. هي 0.4 على 0.5، و 0.5 هي 1 على 2، إذا كنضربوا في المقلوب ديال 1 على 2 هي كنضربوها ب 2. متفقين؟
إذن هادو هما القيم العددية لتسارع كل من جي واحد و جي جوج. قلنا الآن السؤال الموالي وهو طالبين منا نحددو الكتلة ام واحد و ام جوج. نعم، من أين نأتي ب قانون نيوتن الثاني؟ إذن ثانيا قانون نيوتن الثاني المطبق على اس، بما ان عندنا جسمين غادي ناخذوا اس وندرسوا بصفه عامه اس، ثم في التطبيق العددي سنعوض ام بام واحد او ام جوج و ا واحد او ا جوج. اذا شنو هي القوه المطبقه؟ ضروري ان نقوم بجرد القوة المطبقة على الشكل في الجهة الاخرى. كاين بي، نعم كاين بي وكاين ار وكاين اف. اف رحنا مثلينا، كاين بي واحد وكاين ار واحد، هنا كاين بي جوج وكاين ار جوج. ار جوج إذا بصفة عامة غادي نكتبو بأن اف زائد بي زائد ار كتساوي ام ا جي، ومن بعد نعطيو الام الميدال الواحد والجي ا جي نعطيوها واحد او جوج حسب تقي. بعد ذلك قانون نيوتن في الصيغة المتجهية ديالو سنقوم بالمرحلة الموالية، نعم اسقاط على المحور او اي او او اكس. نعم غادي يعطينا هي اف اكس زائد بي اكس زائد ام اكس كتساوي ام ا جي اكس. من الشكل هنايا فالاسقاط ديال بي فكيبقى لنا فقط اف، فالاسقاط ديال بي صفر ديال ار صفر اف كتساوي ام ا جي، وبالتالي فام هي اف على اج. خلينا التطبيق العددي، نديرو الجسم اس، هنا عندنا اس واحد وهنا عندنا اس جوج، هنا عاد تكون عندنا ا واحد التسارع ا اي. لاحظوا ان الجسمان يخضعان لنفس القوه تقيد باش ما نوقعش في الخطا، فاف هي مطبقه ل اف اللي هي 0.2 نيوتن مطبقه عليهما. لو كان ل اف واحد شده مغايره لاف جوج لا اخذنا اف اي، هنا غادي نديرو ام اي هي ا جي اي. اف هي ثابته للجسمين معا. عفوا مطلوب منا الكتله، الكتله ام اي. نعم بالنسبه لاس واحد 0.2 مقسومه على جوج، ياك 0.2 مقسومه على جوج هي 0.1 كيلوغرام، نديرو هنا بين قوسين كيلوغرام، و 0.2 مقسومة على 0.8 هي 2/8 هي 1/4 هي 0.25
إذن فأس واحد له كتلة ديال 100 غرام أو 0.1 كيلوغرام، بينما أس جوج له كتلة 0.25 كيلوغرام اللي هي 250 غرام. نعم. شنو هو؟ سمعتيني قبل لحظات شنو قلت؟ نعم، علاش مهمله؟ قلت ملي كيكون التمرين عادة ملي كيكون جسم في تماسٍ مع مستوى أو غير ذلك ضروري ما تكون هناك إشارة إما يتم باحتكاك أو بدون احتكاك، أو ما كيعطيونا حتى شي معلومة والسؤال يطرح على أساس أن نحدد هل هناك تماس باحتكاك أو بدون احتكاك. إلا حالة وحدة ما كيعطيونا حتى شي معلومة وكيكون طبيعة التماس ضمني، يعني ضمني راني غادي نفهمو من السياق ديال التمرين. غير نسمع دراسة واحد ريمية أو كذا فوق منضدة هوائية فمسبقا ليس هناك احتكاك، يفهم غير منضدة هوائية يفهم أن التماس بدون احتكاك. وقلتها قبل لحظات غير نعم، وإن كنت في الصفوف الأمامية تبارك الله في الواجهة وما سمعتيش. نعم، الإشكال هنا ماشي في الحساب، ما هذا تمهيد لكي نجيب على السؤال الموالي اللي هو ثالثا، حدد مفعول كتلة حامل الذاتي على تسارع مركز قصوره، بمعنى ما علاقة كتلة جسم بتسارعه. ويكفي أنني نزيد هذا الجدول هذا ندير له التسارع باش تكون الرؤية واضحة. إذا سأضيف خانة هنا التسارع أجي، وكل جسم غندير له بالنسبة لـ A1 كانت هي 2 متر سكوند ناقص 2، وهنا كان 0.8. نعم، ما هو الاستنتاج الذي يمكن أن نعطيه انطلاقا من المقارنة؟ جسم 0.1 كيلوغرام عطتنا 2 ديال التسارع، 2 متر سكوند ناقص 2، 0.25 عطتنا 0.8. إذا كان 2 التعليل أو الاستنتاج، إما أننا ناخذوه من انطلاقا من القيم العددية ومن الحسابات ديالنا ومن المقارنة، أو بإمكاننا أننا نرجعوا للعلاقة الرياضية التي تربط الكتلة بالتسارع هذه. لاحظوا أن في التمرين لكي تكون هناك مقارنة ضروري كان كيخصنا ناخذ نفس القوة مطبقة للجسمين، وإلا لا يمكن أن نقارن مفعول الكتلة على التسارع دون أن نأخذ جسمان لهما كتلتان مختلفتان ونخضعهما لنفس التأثير. لا يمكن أن نخضعهما لتأثيرين مختلفين ونقول بأن اللي عنده كتلة كبيرة راه عنده تأثير، بل يجب أن يخضع لنفس التأثير. إذا نقول حسابيا من انطلاقا من القيم العددية اللي حصلنا عليها، كلما كانت الكتلة صغيرة كلما كان التسارع أكبر، وكلما كانت الكتلة أكبر كان التسارع أصغر، وهي العلاقة اللي كيعطيها لنا قانون نيوتن بأن أن تتناسب إذا كان التأثير هو نفسه أن تتناسب عكسيا مع التسارع أو التسارع يتناسب عكسيا مع الكتلة. صافي، إذا بقى لنا نكتبوا هذه الجملة هذه، كلما كانت نكتبوها إذا كلما كانت الكتلة صغيرة كان التسارع كبيرا. كيف قلت بإمكاننا أننا وإن كانت الطريقة اللي غادي بها التمرين الإجابة خاصها تكون هكذا، لو كان باغيين منا من هذه العلاقة هذه كان بإمكانهم اعتقاد نيوتن وقارن فعل الكتلة، وبالتالي كان
ضروري نمر عبر الحسابات ومنها نتكلموا على فقط. بقي أن نشير لا داعي لكتابته ضمن الإجابة، فيعرف على القصور أو الكتلة، فكل جسم ذو كتلة أم فتلك الكتلة تبدي دائما مقاومة للحركة. هذه من ما يسمى بمبدأ القصور، كنا تكلمنا عليه وقلنا بأن الجسم إذا كان في سكون فلا يمكن للجسم بكتلته أن يتحرك، وإذا كان في حركة فلا يمكن بالكتلة فقط أن يتوقف، والكتلة دائما كيف قلت تبدي مقاومة للحركة. كلما كانت الكتلة كبيرة كلما كانت القوة التي يجب أن نطبق لإعطائها حركة ستكون كبيرة جدا. نعم، إذا نمشي للسؤال الرابع، نطبق من جديد على أس واحد قوة أفقية ثابتة أف شدتها متجهتها أف وشدتها أف 0.14 نيوتن، فينزلق فوق المنضدة الهوائية التي توجد دائما في وضع أفقي. مثل منحنى تغيرات السرعة جي واحد بدلالة زمن، على اعتبار أن نعتبر أن فيجي عند اللحظة التي نختارها أصل التواريخ منعدم. نعم، شو مطلوب منا؟ دائما يجب أن أتساءل وأقوم بتنظيم مراحل الحل ديالي. هذا السؤال الرابع. نعم، ديال غير قرأنا هذه الجملة. هذه كلما كانت الكتلة صغيرة كان التسارع كبيرا، والعكس صحيح. صافي، دير حدا هنايا ثلاثة. صافي، وراه مني جيت الجدول زدت هذا التسارع لكي أجيب عن هذا السؤال الثالث. نعم، شنو هما، كيف أحاول أن أنظم المراحل ديال الحل ديالي ونوصل للإجابة؟ شنو مطلوب مني؟ دائما يجب أن أضع جانبا ما هو مطلوب المعطيات، وانطلاقا من شنو هي العلاقة التي تربط المعطيات بالمقدار الذي طلب مني. طلب مني رابعا ماذا؟ دالة السرعة. V تساوي F ضد T، هذا هو اللي مطلوب مني. شنو هي الإمكانيات المتاحة للأجوبة؟ شنو هي الأجوبة اللي يمكن نجاوب بها من هذا السؤال هذا؟ بطبيعة الحال عندي في الدرس الحالات الممكنة. شفنا في الدرس شنو؟ جوج ديال الدوال، إما أن في ثابتة أو في عبارة عن دالة نقول بصفة عامة تآلفية، وقد تكون خطية. في هذه الحالة بما أن نقلنا عند اللحظة التسافر نعتبره، فإما ستكون إما سيكون الجسم حسب المعطيات، إما سيكون الجسم في سكون أو سيكون في حركة مستقيمة متغيرة بانتظام. هذو هما إمكانيات العلم. إذا طلب مني في شنو عطيني؟ عطيني F وعندي M. F و M معطيات الكتلة M واحد هذا شنو كيعطوني مع بعضياتهم؟ كيعطوني التسارع،
والتسارع هو ده موجود هنا. قلت هنا عندي جوج الامكانيات، اما في تساوي ثابته واما في كتساوي ا تي زائد في زيرو. هذو هما الامكانيات اللي عندي. اذا بما ان هناك قوه وبالتالي فهناك حركه، الحركه لن تكون منتظمه لان هناك قوه وبالتالي انطلاقا غير من هذا التطبيق هذه. اذا هذه المعطيات تمكن من تحديد التسارع ما غادي نرجعوش نبداو من الاول من القانون نيوتن ونديرو التطبيق. راه حنا عندنا علاقه جاهزه، هاي جاهزه هذه العلاقه، هاي هي ان ا كتساوي هي اف على ان مما سبق من الدراسه السابقه. دقي غادي نديرو القيل تطبيق عددي. أ كتساوي 0.14 إم واحد عنده هو 0.1 نعم، شحال القوة عطاونا 0.14 نعم، إذا هي 1.4 متر سكوند ناقص 2. إذا فالعلاقة اللي عندي هي أن في كتساوي أ تي زائد في صفر في ديال جي، أ ديال جي و في زيرو ديال جي. حسب المعطيات هذه شحال هي؟ في زيرو جي كتساوي صفر، وغادي نكتبوا بأن في جي كتساوي هي 1.4 تي، وبعيدا كنكتب الوحدة متر، في جي هي 1.4 متر، الوحدة ديالها بعيدا ماشي غير اللي غادي يقرا بأن الوحدة راه بالمتر على السكوند. نعم. جوج الحوايج اللي خصنا نميزوهم اللي من المفروض ان نكونوا عارفينهم من البدايه في الجدع المشترك، هي ان هناك مقادير فيزيائيه اللي تميز الجسم ولا تتغير سواء كان في حركه او كان في سكون، سواء كانت حركة منتظمة أو متغيرة أو غير ذلك. فكتلة الجسم هي مقدار يميزه ويميز كمية المادة المكونة له، وبالتالي إلى في التمرين عندي ربعة الأسئلة ودائما كنتطرق لهذا الجسم هذا أس واحد، فدائما ستكون كتلته هي 0.1 كيلوغرام. بينما السرعة أو التسارع هي مقادير مرتبطة بالتأثيرات المطبقة، يمكن من فقرة إلى أخرى أن نحذف قوة، بحال دابا مثلا يمكن أن نطبق واحد القوة في التمرين ربما السابق في مسار أفقي، في المسار المائل يمكن أن نحذف تلك القوة ويتغير المعطيات كاملة وتصبح سرعة أخرى وتسارع آخر. واضح؟ إذا هنايا هذه لا يمكن لها أن تتغير، وبالتالي بتغيير القوة تتغير التسارع. قبل من قبل كان عندنا تسارع جوج وكانت هناك قوة ديال 0.2، تغيرت القوة غادي تغير معها كذلك التسارع. نعم، طالبين منا نمثلوا ولا غير نعطيو التعبير؟ مثل. نعم، يجب أن نقوم بالتمثيل المبياني لدالة السرعة. هنا في جي وهنا تي، كنا ناخذو هنا 0.7 مثلا، وهنا 1.4، هنا ناخذو 1 سكوند. ملي كنعطيو تي 1 سكوند كتعطينا في 1.1 عندكم. ناخذ هنا جوج مربعات صغار، يمكن لكم على الورقه ديالكم تاخذوا السلم كل جوج مربعات على الدفتر كتعطينا 0.7 متر سكوند ناقص واحد، وهنايا كل اربعه المربعات كتعطينا يقابلها 1 سكوند.
إذا الدالة هي هذه. هذه هي بي جي كتساوي 1.4 تي. متفقين؟ نعم. إذن هنا انطلقنا من الجانب النظري من معرفة شدة القوة، تعرفنا على التسارع، التسارع انطلاقا من الشروط البدئية. الشروط البدئية قالوا لنا نعتبر أن السرعة عند اللحظة التسفر تساوي صفر، وقمنا بالوصول إلى دالة السرعة ثم تمثيلها. هذا كان التمرين 5. فهاد التمارين هذه كتجعلنا او هذا التمرين بالاخص كيفاش نتعامل مع منحنى ديال تغيرات السرعه بدلاله الزمن، كيفاش نقرا، كيفاش نحدد المعامل التسارع الى غير ذلك. لان كثيرا ما غادي يطلبوش مني في امتحان البكالوريا نمثل الداله بقدر ما يعطوني الداله ممثله ويطلبوا مني ما طبيعه الحركه. يعطيوني مثلا تغيرات السرعه للمتحرك بدلاله الزمن في الشكل رقم 1، من الاسئله اللي غطرح لي حدد طبيعه حركه هذا الجسم، سيكون ضمن المعطيات بان المسار مستقيم، وغادي نقول بما ان داله السرعه داله خطيه فان الحركه متغيره بانتظام. يطلب مني القيمه ديال التسارع هو المعامل الموجه. هذو هما الادوات اللي من المفروض يطرحوا عليا في امتحان الكالوريا. شوف التمرين السادس والاخير. غادي نحاولوا نجاوبوا على التمرين من 3-2-1 أول مرة. نعم، غادي تحاولوا تغيروا الترقيم من الأسفل نحو الأعلى، 1-2-3 صافي. بمعنى غادي نبداو مثل بدون سلمين كل من التسارع أجي متجهات السرعة ومجموع متجهات القوة المطبقة في نفس اللحظة تي خلال هذه المرحلة خلال هذه الدراسة. دون أن ننسى أن التمرين قالوا أن تسير سيارة سباق بسرعة 250 كيلومتر على الساعة، كيلومتر الساعة ناقص 1، وفق مسار مستقيم أفقي. فجأة يرفع السائق رجله على المصراع لتستقر قيمة القيمة المطلقة لتسارع الجي مركز قصور السيارة 10 متر سكوند ناقص 2. نعتبر قوة الاحتكاك مكافئة لقوة وحيدة اف ثابتة. والسؤال الأول شنو هو؟ مثل مجموع متجهات القوة المطبقة على المجموعة المدروسة اللي هي السيارة، ثم بعد ذلك سنمثل متجهات السرعة لمركز القصور، ثم متجهات التسارع الجي بدون السلم بمعنى كيفيا. إذن سنبدأ بتمثيل متجهات القوة أو المحصلة، ثم في جي، ثم الجي في لحظة ما عند لحظة. إذن هذا التمرين 6. قلنا تمرين
دائما في الفيزياء يستحسن انني ندير الرسم، بمعنى ان اللي عندي طريق مستقيم اللي غادي نمثلها هكا، عندي سياره غادي نستعمل هي المجموعه اس تقين. من المفروض ان القوه المطبقه في دائما ما كطرح لناش مشكل، وقالوا لنا كاينه قوه احتكاك بوتيت اف، غادي نسميها بوتيت اف او احتكاكات مكافئه لقوه واحده، قالوا لنا هي اف. المنظم ديالها غادي يكون ثابت، وخصني نكون كنفهم بان قوه الاحتكاك دائما هي قوه مستقيميه مع المسار، ومنحها معاكس لمنح الحركه، على اعتبار ان الحركه تتم هكذا. دائما يستحسن او دائما ناخذ ان المعلم اللي كندرسوا فيه دائما يستحسن ان ناخذ توجيهه المنح الموجب وفق منح الحركه. بقالي هذا التاثير ديال المستوى الحامل على الجسم عنده ماذا؟ قلنا عنده فعلين، منع الجسم من الحركه وكذلك منعه من الاختراق. اذا غادي تكون عندنا واحد ار ان، اللي مع بعضياتهم كيشكلوا القوه ار، القوة المقرونة بالتماس بين السيارة أو بين العجلات ديالها، وهذه هي R. وقلنا دائما R كتكون واحد الزاوية مع المنظمة اللي كنسميوها في دقيق. إذا هادو هما القوى المطبقة، وغادي نشوفوا هاد المجموع ديال سيجما ديال الان. هذا السؤال الاول، لاحظوا ما طالبينش من الاسقاط، بل طالبين منا نمثلها بمتجهه واحده تقيل. اللي قلنا من قبل بان عاده ما الدراسه تتم في معلم ثنائي البعد، كناخذوا او اكس او ايغريك. او اكس مثلا هو اللي كينتم المستوى اللي كتم عليه الحركه، ويغريك هو المتعامد عليه، وعاده ما نحتاج اسقاط على محور واحد. لكن في هذه المره عندنا محورين، محور او اكس وعندنا المحور ويغريك. هنا جي وهنا اي. لاحظوا ان الحركه تتم على محور واحد هو او اي، ولا تتم على محور او ايغريك اللي هو او جي. الا قبضنا هذه القوه هذه ووزعناها الى قوه مجموع الى متجهات مثلا هنايا، لاحظوا ان في هذه القوه اللي عندي هنايا بدل ما بي و ار شنو بدلتهم باش؟ بدلتهم بار ان وباف وببي. اذا يمكن لي انني نتخلص من هذه. ماذا يلاحظ؟ يلاحظ ان بحال عندي مجموع ديال المتجهات ديال ار ان و بي على ار ان على ايغريك، وعندي مجموع ديال المتجهات لافقي على اكس اللي هو فقط اف. بمعنى اخر يمكن لي نقول بما ان الحركه لا تتم على المحور ايغريك، يمكن لي نقول مجموع متجهات القوى التي هي مستقيمه مع المحور ايغريك يساوي صفر، وكذلك مجموع متجهات القوى المطبقه على الجسم على المحور ايغريك يساوي ام ا على هذا المحور. هذا يمكن لي ندير بان ا ندير هي ا اكس زائد ا ايغريك، وكذلك ذاك مجموع المتجهات نقوم بالتوزيع ديالها هكذا. إذن اللي غادي نقول بما أن الحركة لا تتم على المحور إيغريك، غادي نكتب بي كمتجهة زائد آر إن كمتجهة يساوي المتجهة المنعدمة. قل بما أن الحركة لا تتم على أو جي، فإن آر إن زائد بي كتساوي المتجهه المنعدمه. صافي شنو غادي تبقى لي هاد سيجما؟
سيجما ديال ال اكستيريور اللي هي في الحقيقة هي بي زائد ال ان زائد اف. يا هادي شو غادي يبقى لي في هذه المجموعة هذا؟ هي بوتيت اف. إذا غادي نكتب بأن هاد سيجما ديال اف اكستيريور كتساوي فقط اف. دقيق. إذا قالوا لي الممثل غادي يكتب لتمثيل مجموع متجهات القوى المطبقة الخارجية على المجموع القوى الخارجية المطبقة على المجموعة يكفي أن نمثل القوى بوتيت اف. فهذا مجموع مستقيمي مع اف له نفس المنحى لاف وله نفس الشدة لاف. واضح؟ إذا بقى لي فقط نكتب بجملة ويمكنكم تأخذوا الإجابة. سيجما ديال اف اكستيريور مستقيمية مستقيمية مع اف منحها هو منحى اف والمنظر يساوي هو المنظر ديال اف. يمكن لكم تاخذوا من بعد عاود غادي نشوف. نعم شنو هي؟ لا هذه استعملنا الرياضيات كتكلم على السؤال السابق اللي كانت في جي كتساوي 1.4 تي بغينا نمثلوا هذه الداله هذه. من المفروض الرياضيات خصني نشوف المجال ديال التعريف ديال داك الداله. انا شنو خديت؟ خديت باستئناس المنحنى اللي قبل من هذا. شوف المنحنى اللي قبل من هذا شنو الزمان شنو خداو كمقاييس ديال القيم اللي عطاو للزمان 0.5 واحد ياك كان 0.5 ويمكن لي ناخذ واحد. اذا انا خديت نفس جيت لهذه الداله هذه وقلت بما ان الزمن بالتاليه عطيت الصفر عطيت التي صفر عطاتني صفر وعطيتها واحد عطاتني 1.4 متر سكوند ناقص 2 كان بامكاني ناخذ مثلا 10 غير كيبقى ان هنايا كتبقى واش 5 10 الى غير ذلك اللي يمكن لك تاخذ اختيارات الزمن اللي بغيتي ولكن انا خديت عطاونا هما منحنيات وعطاونا الزمن بالثانيه. هذاك علاش لو كان الزمن في الاول معطي مثلا ب 10 سكوند 12 سكوند 20 سكوند غادي ناخذ هكاك ونمثل صافي. اذا غادي نحاول نتعرف على المجموع ديالهم كاملين. انا عرفت تعرفت على اف مجموع متجهات القوى بقى لي الان متجهات السرعه في جي. شنو هي المعلومات اللي عندنا على متجهات السرعه بصفه عامه كيف كتبناها في الدراسه الحركيه في الجانب الحركي لي هي في الحركه المستقيميه فمتجهات السرعه اتجاهها موازي للمسار ومنحاها هو منحى الحركه. اذا في جي اتجاهها هو المسار المستقيمي ومنحاها هو منحى الحركة. لاحظوا طلب منا بطريقة كيفية ما غادي نعطيو لا قيمة عددية لاف ولا نعطيو قيمة عددية لفي جي أو التعبير الرياضي ديالها فقط قالوا لنا بكيفية نعم كيفية. بقات لي حاجة وحدة وهو تسارع الجي اللي فيه شوية ديال الخدمة. شنو مطلوب مني؟ مازال ما نعم
كمل السؤال وناخذ 5 دقائق. كيف نحدد الاتجاه والمنحى؟ اولا كنا رسمنا، الى رجعتوا للدرس، كنا رسمنا في الحركه المستقيميه المتغيره بانتظام او المتغيره بانتظام، نعم، بان متجهات السرعه ومتجهات التسارع مستقيميتان. مستقيميتان كيبقى واش المنحى ديالها هو المنحى الموجب او المنحى ديالها هو المنحى السالب. ناخذ 5 دقائق تهادو بعدين.